عديت عديت بقاس موي ويطيروا ليا. سي قاسم خويا سي محمد بيناتنا مشرفي مشرف هذا هذا الواد هو الواد هو شربوني الماء حتى تنفخني هو في حق لا هذا ما مزيانش ما شربوهولكش اه ما مزيانش لا شربوني الماء الحلو نجيبوا لك سيدي الماء من الحان تنتم الله يشربكم الماء من الجنه انتم كاع عندك منيه مثل سبيل عندك منيه الله يشربنا من ديك العويله ديال سلسله سبيل الله ينورك انا وياك وتا الميمه ديالك ووالديك راه كيصلي الحمد لله يعني كيصلي الفجر ديالو منذ مده يا اخي منذ مده الصلاه شاد فيها ما نقطعهاش نقول شوف هذا انسان ساكن ساكن في الخلا وكيصلي فين اللي جالس في الدار مبرع مع راسو والدوش وما يصليش كلمة يصلي نسلموا بعد على المشاهدين السلام عليكم حبايبي لاباس عليكم هانيين كلشي بخير الله يحفظكم وينوركم والله يجزكم بخير السي محمد مول الكروسه مول الكرفان تنقول له مول الكرفان ولا سمع الكرفان يقول ما عرفاش شنو انا رديت الكرفان كنعصصت منها اللي شافك من البعيد ومغطيها من الفوق يقول كرفان متنقله كرفان زوينه لي يا اخي الله يرحم لكم الوالدين علاش لان كرفان غنوض مع الصباح غادي ما غندير تبان راسك وغادي تصور مسكين عوض ما يخدم بها كيبات فيها ما كاين عنده لا دار ما كاين عنده ما عرفتش شفتي الفيديو ولا ما شفتيش لا لا ما شفتوش ما شفتيش شفتي راه اش نقول لك مسكين مكرفص الله يجعل به هو رزقه مكرفص وساكن في الزنقه الشتا كتصب عليه 40 عام وهو في الزنقه وكي جاتك هذه يا خويا قاسم كما قلت لك الشتا والله العظيم اقسم لك بالله خاي دابا في هذه الساعه تلاقينا بلا ميعاد الى واحد العام مشيت للناظور خدام تنعس غير في الزنقه وكان الثلج مقتل والله خاي ما تقدرش تجلس تنعس على هذا الجنب ثانيه كدور هكذاك بحال راك في البروده بحال راك في شي شوايعه بالبروده البروده والله الا بحال راك في شي شوايعه كنت تكون نعس في دار ومغطي بالمانطات ومفرش مزيان وقت البرد وقت والله الا كي كتململ كيدخل البرد كيدخل البرد والله الا قاصح وما بالك واحد اللي في الشارع نعس انا هنايا دابا مثلا هنا والثلج واحدة يا تما الله يحسن العون ودرك واحد الدراك دابا مثلا هنا والثلج واحدة يا تلج ضامنك من هنا لقدام كلشي بيض مسكين شوف خويا سي محمد نعم اسيدي الله ما هادشي ما يدومش لا بصح نيت ربي سبحان الله مغير الاحوال فهمتي تيقول لك ديما كنقولها في كل فيديو تنقول الله يجعل تالينا يكون احسن من الاول ديالنا الله يحسن العاقبة ديالنا ولات حياته بصح اخويا التالي هو كل شيء الاخر هو كل شيء نقولوا مثلا قاعدة الى تم مثلا هاد الناس هذو اللي كيشوفوا فينا الله يرحم لهم الوالدين بغاو يساعدوا معنا فرا من دي من شحال هذه راه كانت عندي الصحه كنت نوض ونقز ونقاوم من هنا لقدام الصحه هذا وكتقرا عرفتي علاش تقول لك على الصحه ان مسكين راه عنده حديده في هذه الرجليه هي انا عند شي العمليه حديده من هنا حتى لنا وكاينه وحده اخرى عاوتاني من هنا من هنا دابا ملي كون كيصلي دابا السجده راه ما كان نطويش ولكن ملي كيجلس بحال هكا راه كيخلي رجليه مسرحه لا الركبه تاعي دابا الطويه نتاعها وحده هو هذا لحقاش عنده حديد ما كان طويش الركبه لا. والله يشافيك امين اخويا والله يشافيك ودابا ان شاء الله تغير حوالك قول لي بغيت نسولك نعم اسيدي العام اللي فات تلاقيت بك كانوا عندك السنينات اييه وفين مشاو؟ عديت بقات موي ويطيروا ليا لا دابا 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 قدرت عدني دابا لا عديت قاسم الله يتنقز لي قلت علاش؟ عندي ماضي دابا هذاك عندي السنان دابا بحال ديال الهند انا السقف عندو صح وانت شوف دابا ما بان لك قاسم مسكين وجيب لي غير شي باسطه دابا ديال درهم شو تندير ليها؟ لا ما تقدرش على قاسم قاسم لا شتي قاسم باسطه ديال درهم ودابا نوزعها لك والله اذا تبقى تشوف والله لك ما كاينش ما قصح منا لا شوف كاين قصح منا غنجيبو لك غنجيبو لك قرعه منوضه وحله ديال 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 الدجاج ديال الدجاج عجيب هذا بني اوه لا 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 راه نجربو غير بقات من عند واحد العطا عليك هذا قاسم من من القرف هذا كتعجبني هاد العنقره في الماكله ملي كطيب احسن ماكله هي العنقره جرب هاتي يضحك اش وضعك عارف هذا يقع عارف صحتك وراحتك الله يكرمك اخويا والله يدوم معنا الضحكه بخير واش تقول عليه دابا؟ واش غادي نقول؟ حط عليك ايه حط عليك باغي 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 نعضو واخا تعضني انا اخويا سمع عمد انا ما ندير لكم باغي نخشي بيا اش قال لك؟ واخا تعض انا ما ندير معك تحت الله يرضي عليك عارف اشنو كاين عارف قلبك طيب اخويا الحمد لله وحنا ضيافين عندكم دابا درويش عزيز علينا بزاف الله يقتلنا معاهم ويحفظنا معاهم ويبعدنا معاهم
بزاف. امين يا رب. اما اللي تيكون فيه الكيب لا بالعكس هذاك غادي يتسنى حنا غندخلوا لكن نحسن التواضع ما نحملوش انا والله العظيم ما نحملوش اصحابي هو تيبغي ديما تكون دراوش هو هو الفوقاني الناس دراوش. شوف نقول لك اخويا قاسم هذا هو العمل واخا تكون القيمه ديال الانسان كيف ما كان كيف ما كان ياك راه عندك قيمه اي وهذه والجاه والمال وهذه ولا لا الا كنتي متكبر انت واحد راه ما عندك قيمه ما عندك ما يحملك حتى واحد كلشي قينعت فيك بالحاجه التواضع هي الا كان عندك ذاك الشيء وكتواضع كتزيد تواضع كتولي عندك قيمه اكثر من داك الشيء كيزيد ربي يعطيك الخير بصح خير في خير يعطيه لك الله علاش حيت تواضع مع الناس وكتنفع الناس وهضره زوينه هي كلشي واخا ما تعطيش كاع كان عارف هضره زوينه راه هذاك هو كلشي هذاك الشيء اللي كاين حتى انت الناس كما قلت لك محمد الله يرحم باك على هذه الكلمه هذه الحمد لله يعني كيكون شي واحد عنده تيكون متواضع هذاك الساعه تيكون واحد الانسان غايب اي واحد تينعت فيه مزيان اي واحد يقول لك هذاك الله يرحمك ما عمرها سلعه وهي متواضع متواضع هذا هو قول لي يا سمحي في توقعوا لك شي احداث ولا شي حاجه وانت برا دابا كنشوفوا حنا الناس ساكنين في ديورهم ولكن كيدوزوا في الطريق وكيوقعوا لهم شي مشاكل واش انت في زعما تعرضتي لشي مضايقه بحال هكا ولا واش غادي نقول لك اخو ما عمر شي واحد تعدى عليا هو تقول ان ربي حاضيك ايوا انت عرفتني ما كان عصره في الغابه وما كان اقسم لك بالله كتاب بالله هذا اقسم لك بالله قليل هاد العامات اللي قلت لي قاعد في الشارع قليل لي الايامات اللي نعس فيهم في المدينه ديما تنخرج واحد شويه على المدينه تنعس غير الله الله يجعل غير في الغابه بحال ما هكذا اللهم القايا مع الغابه ولا مع البشر ما كيما قلت لك واش عمر شي واحد تعرض لي ولا شي حاجه لا والو غير هو بنادم اخا تيبقى تيجي بنادم تيبقى مقابل دابا انت مفرش مثلا لهيه كطيبات هاي ولا كدير حاجه ولا كطيب تيجي بنادم تيبقى مقابل معاك تيشوف فيك واحد يتقابل معاك من هنا يتقابل معاك من هنا تيقلقوك شويه تيشوفوا شنو قالك هاد السيمانه فاش صبات فاش صبات الشتا قال لك صبات الشتا والما فزق مع ما كانش هو عول على الشتا وفزق كله ناعس تحت الشتا ما دايرش عليه وفي الصباح هذا المسكين كيبقى ينشرح حويجاتو بحال هكا قال لك جاو الناس قبالته داير بحال هكا كتفرجوا فيه سبحان الله العوض اللي غايجي وينقدوه ويعطيه حويجات ويبدلوا له ذاك الفراش ويتهلاو فيه الا كان شويه الماكله ولا هذا كيشوف فيه اشنو راه بنادم راه ولا يعطيك غير فكره كاع الا ما عطاك لا حوايج لا فلوس عطاك فكره الخير موجود خير موجود بصح ولكن كاين الناس اللي ما كيعطيوش كاين الناس اللي كاين بصح النيت عاود لي غايجي باش يساعدو ويعاونو كيتفرج فيه هو شو سي محمد عرفتي اش غادي نديرو شوف غنمشيو انا وقاسم وانت مرحبا نمشيو نسافروا ان شاء الله ان شاء الله ياك ترجعوا مرحبا يلا مرحبا يا مرحبا ما سخيناش بهذ الطبيعه في حق وياك انت وعرفت وتا اخواننا اللي كيشوفوا فينا تا ما غيتمتعوا لي بهذ الطبيعه وما كملت لك لان ذاك النعاس ديال الخلاوة ثاني هذاك الاذكار ديال الله كما قلت الله اللي تيحمي تنذكر الله بزاف حتى نقرا المعوذتين نقرا ايات الكرسي نقرا ونشهد الحمد لله الحمد لله تنصبح حسن هو دابا البهيمه ياك عاد شريتي لي البهيمه 15 يوم هذه كنطلق ليها كتمشي كت الصراحه مسكينه كتبقى طلعت تما في واحد الغابه تما حتى ناعس وسط منها تما كاين وكطلع الصباح كانوا كنلقاها راه هي تما ومرحبا بك بيناتنا والله يحفظكم يا محمد انا ضيف عندكم اخويا اي وقت مرحبا بك الله يحفظكم الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله يدير معزتكم عند الله سبحانه تعالى عندنا الاجر هاد شبابي وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ان شاء الله بحول الله تسناو الحلقه المقبله وغادي تشوفوا فين مشينا انا والسي محمد وقاسم السلام عليكم وهذه هي النهايه وخليت لكم الراحه يا ربي امين وشكرا لكم بزاف على المشاهده الله يعاونكم سلامه